مرحبا بالجميع. في حلقة اليوم سنتحدث عن حدث مهم يثير ضجة في المغرب والجزائر. إنه الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي تستمر لثلاثة أيام. دعونا نتعمق في أهمية هذه الزيارة وما قد تعنيه للمنطقة. تأتي زيارة ماكرون في وقت بالغ الأهمية، فقد قبلت فرنسا مؤخراً مقترح المغرب بمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية، وهو القرار الذي أثار استياء الجزائر. تذكروا أن فرنسا كانت تستعمر كلاً من المغرب والجزائر، لذا فإن نفوذها لا يزال قوياً في المنطقة، وهذا السياق التاريخي يجعل زيارة ماكرون أكثر أهمية. حسناً، دعونا نستعرض أهداف ماكرون من هذه الزيارة. إنه يسعى جاهداً إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين فرنسا والمغرب. فكروا في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتبادلات الثقافية والتعليم. كما يريد ماكرون طمأنة المغرب بشأن موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية. إنه يدعم إيجاد حل سياسي يرضي جميع الأطراف. والآن هنا تكمن الصعوبة. الجزائر ليست السعيدة بهذه الزيارة، فهي تراها تقارباً فرنسياً مع المغرب على حسابها، وهذا قد يربك التوازنات الإقليمية ويزيد من توتر العلاقات الفرنسية الجزائرية. وإذا لم يقم ماكرون بزيارة الجزائر قريباً، فقد لا يهدأ هذا التوتر في أي وقت قريب. لكن ما يلفت الانتباه هو ظهور الملك محمد السادس ملك المغرب بعصا، فهذا أمر غير معتاد وقد أثار الكثير من التكهنات. وبينما تظل صحة الملك مسألة خاصة، فإن حضوره إلى جانب ماكرون يبعث برسالة قوية بالوحدة والقوة خلال هذه الأوقات المعقدة. إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة للمغرب؟ من ناحية، فإن توثيق العلاقات مع فرنسا قد يعني المزيد من الاستثمارات والتعاون في القطاعات الرئيسية، ومن ناحية أخرى قد يتصاعد التوتر الإقليمي مع الجزائر. إن نتائج هذه الزيارة قد ترسم المشهد السياسي والاقتصادي لسنوات قادمة. في الختام، فإن زيارة ماكرون ليست مجرد مجاملة دبلوماسية، إنها خطوة استراتيجية قد تعيد صياغة العلاقات وتوازنات القوى في المنطقة. ومع تطور هذه الأحداث سنرى كيف ستؤثر على المغرب والجزائر وعلاقاتهما مع فرنسا. شكراً لمتابعتكم. إذا وجدتم هذا الفيديو مفيداً فلا تنسوا الإعجاب والمشاركة والاشتراك لمزيد من المحتوى المشابه.